حب الله، خوف الله، رجاء الله، حسن الظن بالله، التوكل على الله، الرضا بقضاء الله، شكر الله، الصدق مع الله، اليقين بالله، الثقة بالله، التوبة إليه، إلى آخره، كل أعماق قلبي، الإخلاص، كل أعمال. بمعنى ليكن قلبك عامرا بهذا. أعمال القلوب، وهذا باب واسع جدا، وهو الذي يدل على الإيمان، ويدل على يعني حياة القلب، ويدل على حياة العبد. ما هي أعمال القلوب؟ هي كثيرة طبعا، بل هي يعني التي ينعكس أثرها عليك في استقامتك، بل تقوم بعضها هي الباعث لك أن تقوم بفرائض. ولهذا أعمال القلوب من أهم بل من أوجب الواجبات التي يجب أن تعتنوا بها. مثل بيش؟ حب الله، خوف الله، رجاء الله، حسن الظن بالله، التوكل على الله، الرضا بقضاء الله، شكر الله، الصدق مع الله، اليقين بالله، الثقة بالله، التوبة إليه، إلى آخره، كل أعمال قلبي، الإخلاص، كل أعمال. بمعنى ليكن قلبك عامرا بهذا. لو أخذنا واحدة مثلا، حب الله، حب الله من أعظم أعمال القلوب. يعني تفقد نفسك، هل أنت تحب الله حقيقة أو تحب الله حق الحب؟ كلنا نحب الله لا شك، المسلم يحب الله، لكن يعني تجسيد حب الله في أعمالك ينبغي أن يظهر. تحب الله حينما فعلا يعني تعلم أنه يحبنا، وتعلم أنه يريد الخير لنا، فحينما تشعر أن الله يحبك فأنت تحب الله عز وجل. وقال أحب الله لما غداكم به من النعم، فما بكم من نعمة من الله. فأنت من أسأل إليك بعرفة تحبه، فكلك بنعمة الله عز وجل. إذا أردتم أن يعني تعرفوا نعم الله عليكم التي يعني كلنا نغفل عنها، تذكر أعمالك أو الأشياء التي في داخل جوفك، قلبك، رئتك، كبدك، كلاك، تبولك، هذه ما تدري عنها. نعم لا تحصيها أبدا، قلبك ينبضق وكم في الثانية، أقرأ كم في الثانية وكم طن من الدماء تمشي وتجري وتنام وتصبح وتذهب، شيء لا 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 تحصي نعم الله عز وجل، إلا المخ، العينين، البصر، شيء. بينما لو جرح أصبعك تنبهت لبعض، لو أن أصبعك جرحك وسهرت ليلة بسبب أصبع الصغير هذا ذكرت النعم. إذن حتى تحب الله شو النعم اللي فيها؟ نعم نعم. شوف الإنسان إذا أصيب بكلى ولا أخوة ولا جاء مرض ولا في الكبد ولا في الرئة ولا في البول ولا في كذا ولا في ما جاء أشياء، يعني أشياء اللي نعرفها وأشياء ما نعرفها، حتى أشياء لا نعرفها في الدماء والشرايين والأوردة وال لا نعرفها، لكنها أنت تمشي بهذه الحياة في السفر وفي الحضر وفي النوم وفي الجري وفي الهدوء وفي كلها محفوظة، وتؤدي أعمالها بكل الكمال والتمام. المقصود أن أعمال القلوب من أعظم الأعمال التي ينبغي أن العبد يعني دائما أو يعرفوها، اليقين بالله، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، الشكر، الصدق، اليقين، الثقة، كلها من أعمال القلوب. كيف تتعامل معها وكيف فعلا يعني، لأنك إذا حققتها غالبا انعكس هذا على أعمالك الظاهرة. أبدا، إذا صدق توكلك جاءك الرضا، إذا كنت متوكل على الله عز وجل. طبعا في عندنا توكل وأسباب، لكن نتكلم عن التوكل. إذا توكلت الله حق التوكل ما شلت هم أبدا أبدا، إذا توكلت، إذا يقينك بالله عز وجل ما تشيلها مهما كان أبدا، إذا رضيت بالله عز وجل الرضا. فأعمال القلوب عمل يعني ينبغي يعني أن تعرفها وأن تتمكن من نفسك، لأن هي الاستقامة.